فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيوا على مقابله الجوله قبل الختاميه للبطوله اللي لعبت البارح مع محللنا الفني السيد منجب ابراهيم. سيد منجب، اهلا بك. مرحبا بك خويا اسلام، ومرحبا باكسبريس اف ام ومستمعي اكسبريس اف ام. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ نعمه بالله، نعمه بالله، ديما نحمد ربي، راهو يفو توجور بوزيتيفي دون لا في. الحمد لله. دونك باش نحكيوا على مقابله الجوله نتاع البارح سي منجي، اعطينا اهم استنتاج خذيته من الجوله. هو الاستنتاج الوحيد اللي كان ينجم يصير هو النادي الافريقي، لكن علاش؟ لان النادي الافريقي كان فاز البارح، معناها الامور كانت على فريمون ماشيه في ظروف خارق العاده، لكن مالوريزمون عدم التركيز من الملاعبيه في اخر دقائق يقبلوا الهدف التعادل خلات اللي اليوم معناها النادي الافريقي يستنى المباراه الاخيره ضد الملعب التونسي. المباريات الاخرى تشوف تطاوين، معناها المباراه اللي ما يلزمهاش تنهزم فيها ولا تتعادل فازت فيها، نفس الشيء المتلوي. دونك اليوم نلقاو ظروف صعبه وصعبه جدا في برشا فرق اللي عندهم 30 دقيقه 30 نقطه، يلقاو روحهم الجورنيه الاخرانيه باش تصير برشا حسابات. انت اليوم النادي البنزرتي كي تشوف التفكير نتاع النادي البنزرتي والتعامل مع المباراه، يفوز على الترجي ويلقى روحه معناها في نفس المركز، معناها شيء معناها راهو مستائين من الوضع هذايا. لكن باش نحكيو اكثر تفاصيل كل مقابله وحدها سي المنجي. نبداو اللي بديت به، انت مقابله الكلوب الاولمبي البيجي، الكلوب كان في طريقه تقريبا للفوز وضمان البقاء بصفه نهائيه. اليوم نلقاو النادي الافريقي في وضعيه مش متعود عليها للكلوب الاحباء، الكلوب قبل جوله من نهايه البطوله الافريقي تلعب من اجل تفادي النزول، هذا واقع. احنا قلنا يا خويا اسلام اخر مره مباراه النادي الصفاقسي باش يكون فريمون ماتش ريفيرونس، وشفنا شنو اللي صار. ما لولا ايمن دحمان نتمنى له الشفاء لكانت النادي الافريقي يفوز باربع اهداف، وشفنا من المباراه هذه النادي الافريقي ما انهزم في حتى مباراه الى حد الان، معناها ما شاء الله. لكن الظروف الصعبه باش تعيشها النادي الافريقي الى حد اخر جوله، كانت ثاني قلت لك تكون المستفيد الوحيد هو النادي الافريقي في المباراه الاخيره. شفنا ضد الترجي التونسي كيفاش الترجي التونسي عرف كيفاش يتعامل، لان صارت اغلاط دفاعيه في النادي الافريقي خلات الترجي عمل التعادل في المرتبه في اخر الوقت، لان الترجي تخمم نحبوا ولا نكرو على بركان على المباراه المهمه برشا يوم 14 ولا يوم 15 في الشهر هذايا. لكن اليوم النادي الافريقي من جديد نفس الشيء، الملاعبيه ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع المباراه هذه مع النتيجه هذه، يخليه اللي تعرف تشوف في ايطاليا، تشوف في برشا فرق، تشوف لاتليتيكو مدريد في اسبانيا، وقت اللي يعرفوا ما يعديوش مردود طيب يعرفوا كيفاش يفوزوا. وشفنا الهدف الممتاز نتاع زهير الضوادي خلات اللي على ما سمعت، انا ما شفتوش تلفزيا نقول لك الحقيقه، سمعت اللي هي مشات اون بلان ليوكارن، حاول المره الاولى وبعد مخالفه كيما نتاع زهير الضوادي عودنا بهم، يحطها وين الجول هاكا، يبعد على الميول ويحطها وين الجول، مشات قويه في بلاصتها مشات. فهمت؟ دونك لدي عدم التركيز، لان اليوم كما نقولوا ديما راهو لا بريمير ديفونس سي لاتاك، اذا كان المهاجمين ما يعرفوش يشدوا الكره وما يعرفوش يجيبوا الغلطه اللي باش ينجموا يضيعوا بها شويه وقت، يخليوا للدفاع يبدا معناها يبدا خايف، معناها اي غلطه انت ورا الحارس ديما فما كان الهدف، راهو ما فما حتى حاجه اخرى خلات اللي اليوم الاولمبي بيجي عرف الى اخر دقيقه زاده باش يتعامل مع الظروف هذيا باش حاول وسجل هدف التعادل. باهي نحكيو على مقابلة أخرى كيف حكيت على آسيا بالإسبيرونس، الإسبيرونس تقريبا هبط بالفريق الثالث من لاعبيه فيهم حتى شكون أول مرة يشارك مع ترجي كما صدق الدبشي تقريبا عنده عامين أول مقابلة ليه، أيضا بعض الشبان منتصر التريكي. كيف شفت المقابلة؟ هل من حق ترجي الساعة أنه يلعب بالفريق الثالث خاصة في مقابلات حاسمة كما من تو من أجل تفادي النزول سي بي في وضعية صعيبة؟ والا من حقه يقول القائل انه يحب يرتاح من لاعبيه ويحب يشوف الشبان نتاعو؟ هو راهو اذا كان مش حكيو ديونتولوجي كل معناها مش معناها ما ينجمش الترجي، لكن اليوم الترجي التونسي زاد الناس الكل تحكي اليوم اللي الترجي التونسي حتى بالفريق الثاني يفوز بالبطوله. معناها اليوم اذا كان الترجي التونسي عندهم لاعبيه في مستوى عالي
واليوم يعرف كيش يتعامل مع الملاعبية هذية والعب ضد فريق اسمه نادي بنزرت يتعدى بظروف صعبة، من حق الترجي الرياضي التونسي باش يتعامل مع اللي عنده، مع الحاجات الأهم هو الشامبيونز ليج اليوم، لأن الترجي الرياضي التونسي أنا نقول لك الترجي الرياضي التونسي يفوز على شباب بالوزداد، الترجي الرياضي التونسي يلقى روحه في الفينال، وعلاش ما يربحهاش؟ خاطر دون لي غران ديفون لقاو لي غران جوار، لكن اليوم الترجي الرياضي التونسي هو المسؤول الوحيد على كيفاش يتعامل مع الفريق نتاعو، لأن أنت عندك أنت هز الدوري التونسي وعندك مباراة مهمة ومهمة جدا، وعندك ملاعبية اللي باش تعمل تشوف اللي هالملاعبية هذوما السنة الجاية باش يفيدوا الترجي الرياضي التونسي ولا باش يمشيوا في إعارة للفرق أخرى. من حق الترجي، لكن اليوم النادي بنزرت تلوم كان نفسها اللي هي موجودة في المرتبة هذه، معناها هذه حاجة مهمة ومهمة جدا. ثاني حاجة اليوم الشيء اللي صار في النادي البنزرتي اليوم اللي تترقب، معناها مباراة كما الترجي الرياضي التونسي بالمردود سامي القفصي فريمون تبارك الله عليه وما شاء الله ونتمنى له بالتوفيق، خلى اللي النادي البنزرتي عرف كيفاش يتعامل مع الملاعبية نتاع الترجي الرياضي التونسي الموجودين. فما ملاعبية من مستوى عالي كانوا موجودين في الترجي الرياضي التونسي، فما الملاعبية اللي ما كانوش موجودين، فادي بنشوق عنده برشا مرات، وفادي بنشوق الترجي الرياضي التونسي يلزم استعماله باستغلاله المرة الجاية، لأن جوار عنده مستوى كبير برشا، فما برشا ملاعبية مصابين كما فاروق ميموني، وثم الأجانب اللي ما عطاوش الإضافة للترجي الرياضي التونسي ما كونوش موجودين، لكن الترجي الرياضي التونسي اليوم من حقه يستعمل الملاعبية متاعه لأنه يخمم على حاجات أخرى، لأن أنا قلت المرة الأخرى ضد النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي بيشلعب الفريق الأول. علاش؟ الخاطر مازال 12 يوم ولا 10 أيام عنده الحق، حتى كي تصير على لا قدر إصابة نجم فو بوفي راترابي، أما مباراة كما النادي بنزرتي وتصير لك جوار تصير له إصابة أو ما عندكش الوقت باش تحضر الملاعب هذايا لجور جي لو 14 ولو 15 باش يكون جاهز باش يلعب فريق في مباراة الشامبيونز ليج. باهي الاتحاد بن قردين يفوز على النجم الساحلي، النجم تقريبا من ضمن المركز الثاني، زوز هزائم، هزيمة ضد الملعب التونسي، هزيمة ضد الاتحاد بن قردين، والاتحاد كيف كيف يفوز على الإتوالي يواصل لرحلة السباق من أجل المركز الثالث، ولو أنه كالعادة ديما مقابلة اتحاد بن قردين ديما فما كلام على التحكيم. لا هذيك ديما راهو اليوم ما دابا ما تتمس اتحاد، انا نقول سي دوماج لان اليوم راهو يلزمنا نكونوا ريكونيسون دابور مع محبين بن قردان ومع اهالي بن قردان، نعرفوا الكارثه اللي صارت وانا مشيت غاديكا وزرت ناس ويقولوا لك بالحرف الواحد سي المنجي، سي المنجي سامحني سي المنجي، هذا لا يمنع ذاك، اكيد احترامنا وتقديرنا ومحبتنا لاهالي بن قردان هذا ما يشك فيه حتى حد، لكن بصراحة إذا كان المقابلات الكل ديما فما كلام على مقابلات بن قردين هذا يخلي محل للشك تقريبا، ما نعرفش شفت هدف أنت علي البريقي ولا تقريبا، أنا خلينا نحكم عليه اللقطة علي تقريبا 200 متر في التسلل معناه. أي شوف نقول لك حاجة، المشكلة وين؟ المشكلة راهو هي ضعف بعض ساعات أن ثم حكام يحبوا يعملوا مزية على جهه مناسبه ولا على شخص مناسب. دونك انا نقول تو سامبلومون اللي با سيرتان مومون حتى ليكيب ولات تشك حتى في الربح نتاعها عن جداره. ان اليوم انت اذا كان دخلت كوره نتاع النجم الرياضي الساحلي والحكم رفضها ولا نتاع فريق اخر، انا مانيش ندافع والله العظيم، انا ما نحبش الحاجات، انا نقول تو سامبلومون اللي اليوم بن قردان قاعده تخدم في خدمه كبيره ومزيانه برشا، وشفنا بن قردان ما عندهاش برشا معناها تلعب على تفادي النزول ضد المباراه الشهيره ضد قفصه في المنزه كانت تفكر. دونك شوف اليوم بن قردان حتى في الانتدابات نتاعها ما شاء الله، لكن نقول تو سامبلومون اللي بعد ساعات راهو شنو هو ذنب الجامعه ولا الرابطه ولا فرق اخرى اذا كان ثم حكم يحب يظهر امام اشخاص معينين وقت اللي هما ما طلبوا منه حتى شيء. ما نقولكش انا ما نحكمش لان مانيش في الميدان هذا، ما نجمش نقول لك اللي ما فماش حاجات ولا ما نجمش نقول لك ما نحبش نتهم الناس ولا حاجه، لكن اليوم راهو بعد ساعات تنسى حتى كي تعمل مردود اكسبسيونال يقولوا بن قردان بيناتي درشون. انا نقول اللي ثم ناس
تنجم تحكم على المباراة وعلى مردود الحكم، وإذا كان الحكم معناها ما كانش في المستوى وما معناها ينجم زادة يتعاقب، لأن ماهوش في الرياضة متاعنا، ماهوش في مصلحة الرياضة متاعنا باش نتعاملوا بالطريقة هذه إذا كان ثم طريقة. اتحاد طويل يفوز على الملعب التونسي 2-1، اتصال أعطى جرعة أكسجين للاتحاد في حين استاد أزم شوية الوضعية. استاد تونسي يجي نقول لك وقلناها راهو الدوميسيل ما عادش لاقي نفسه، معناها روزمون المباراه الاخيره الفوز الاخير معناها ضد النجم الرياضي الساحلي، ضد بان امبورتوكي النجم الرياضي الساحلي، اونتر بارونتيز النجم الرياضي الساحلي، قاعد نستغرب المردود اللي قاعد صاير، لان اليوم نجمو زاد نقولوا ثم لاعبين ان ريسبكت با لا ديونتولوجي دي سبور، معناها يقول لك لكن اليوم اما باش تعطيو كل حد حقه سي مونجي، النجم تظلم ضد استاد في جوز بونتو وتظلم ضد حد بن قفدين. انا ايش نقول لك، انا الموفيولا ما شفتهاش ولا نقول لك الحقيقه معناها في، لكن اليوم الملعب التونسي اليوم يلعب معناها في ظروف صعبه وصعبه جدا، النتيجه قبل الاداء، وهذا اللي خلى اللي راهو بعد ساعات تلقى معناها مردود نتاع اللاعبيه. اما حاجه اللي نقطه استفهام اي تمالك وين كان الوليد اللاتيرال جوش هذاك اللي سجل هدف العيوني ما شاء الله، وين كان الله اعلم وين كان، معناها ثم مشاكل اون انترن في الملعب التونسي ما فهمتهاش برشا اللي ديجا باقاله انيس بوسعيدي، لكن اليوم الملعب التونسي لاخر مباراه والمباراه الاخيره ضد النادي الافريقي شوف معناها الظروف، وما عناش عارفين الدوري اسكو باش يصير نزول ولا مش باش يصير، اسكو هلال الشابه معناها باش ترجع ولا ماهيش باش ترجع، معناها راهو الدوري التونسي لاخر لحظه الامور ملخبطه، الامور ملخبطه برشا، اسكو باش تتيح قروان بركه، القروان تنجم تقول لك انا نرفض نتيح انا بركه، دونك يلفو تروفي فو اتر انتيليجون يتروفي لا سوليسيون اللي تكون معناها تفرح الناس الكل، باش ونعملوا قوانين اخرى باش المره الجايه اللي يغلط يخلص. هو اكيد سي مونجي نحن نحكي وما شاهدناش بالطبيعه مقابلات ما كانش معقوله التلفزيون، لكن نحاول نعلقوا على النتائج اللي حصلت. المتلوي كيف كيف احداث كانت شهدتها قبل المقابله، اعتداء على حافله الاتحاد المونستيري بالحجاره، طبعا شويه باش يكون معنا احمد البلي بالتليفون نحكي شنو صار اكثر، لكن نحكي فنيا تقريبا نتيجه المتلوي كيف كيف كما تطاوين تقريبا جرعه اكسجين، في حين المستير اللي كانت العمناول تلعب على البطوله كيف كيف تلعب على المركز الاولى فاز بكاس تونس السنة يلقى روح الفريق حتى لاخر جوله، معني ولو انه خير شويه من بعض الفرق لكن معني كومام تفادي النزول. والله خساره اللي صار ما بين معناها الجماهير اللي كانوا انا نقول امور تنظيميه ممكن ولا ما نعرفش شنو اللي صار، معناها الاتحاد المونستيري معناها فريق اللي ديما ما شاء الله يفرح بالفريق الوطني التونسي، يفرح بالفرق التونسيه، يفرح معناها بالناس اللي تجي للمستير باش تلعب وتستحق الميدان تاع الاتحاد المونستيري، اليوم معناها نتصرفوا بالطريقه هذيك عيب على الفئه هذه الصغيره اللي قاعده تمسخ في الكره التونسيه، والجهه معناها المتلوي معناها ما عندهاش ناس، انا نعرفهم شخصيا عندي صحابي برشا يعرفوا كيفاش يستقبلوا الضيوف نتاعها، شنو اللي صار لو عالم ما عندوش هذا مبرر بالكل. جيل اليوم وقت اللي شفت خويا الاسعد جرده في قناه التلفزيونيه يقول اللي باش نعملوا احسن من السنه اللي بعدها السنه الفارته. انا وقتها من غدو عملت انترفونسيون وقلت نستغرب بالتحليل هذايا، لان راهو مهما يكيب في العالم وشفنا ليفربول واحد برك نقص لها، شوف ليفربول وين موجوده فريق ينقصها لا 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 كولون فيرتيبرال راهي باش تتعدى بظروف صعبه وصعبه جدا، ويلزم وعندي التسجيل جماهير الاتحاد المونستيري يصبروا على الفريق نتاعهم ويحاولوا يبنيوا على السيزون اللي بعدها، لان راهو لا كولون فيرتيبرال تنقصك راك باش تصير لك مشاكل كبيره برشا برشا برشا، وشفناها اليوم الاتحاد المونستيري وين موجود. دونك مالغري العمل نتاع سيد احمد البلي انا نتمنى اللي اليوم يعاودوا يبنيوا من جديد فريق للسنه الجايه، لان الجماهير استانست بالريزلتا بوزيتيف، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل ان شاء الله. انا الشيء اللي صار اليوم
في 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 المتلوي معناها بور امبرسيوني ليكيب ادفيرس اللي هو على ماتش كوره معناها يلزم هذا يراو الشيء هذا يقف النزيف هذا لان راهو مش في مصلحه تونس ولا في مصلحه الرياضه الكره التونسيه. السي اس اس بعد رحيل مورسيا يفوز على جي اس كا البارح في مقابلته ويواصل الدفاع على المركز الثالث من اجل كاس الكاف. سامحني اذا كان اليوم ما فماش فريق في تونس حتى في الدرجه الثانيه ما يفوز على شبيبه القيروان ما عادش يفوز على شبيبه القيروان. اليوم شبيبه القيروان لعبه عامله 3 نقاط ها وبلو وموان 43 معناها في البونيس معناها شوف وين شبيبه القيروان اليوم صحيح. اليوم شبيبه القيروان ماهيش المباراه هذه بعد دقيقه ولا دقيقتين تقبل هدف ودقيقة 81 تقبل الهدف الثاني ماهيش ريفيرونس لنادي السيرخس اليوم المباراة هذيا حذاري نادي السيرخس اليوم جو بونس زاد فما مشاكل اون انترن خلات اللي اليوم المردود نتاع الملاعبية الكلهم مردود سيء ما يليقش بصورة اسمها النادي السفاقسي كيما النجم الساحلي اليوم تلقى اليوم نسمع أنا وجدي كشريدة ومرتضى بن والناس حر معناها في شهر جواي نجموا يروحوا أي فريق اللي هما نفس الشيء في النادي السفاقسي كساسوا سوكاري ولا ندو الملاعبية هذوما باش تصير الديبار نتاعهم ومن بعد باش يطلبوا بالفلوس نتاعهم خلات اليوم النادي السفاقسي ضد شبيبه القيروان شبيبه القيروان نتمنى له كل الخير من السنه الجايه الله يخليكم قول لهم ما عادش تعاودوا نفس الاغلاط لان ريفيرونس راهو في الكره التونسيه شبيبه القيروان. اقل من دقيقه قبل الاخبار سي المنجي مازال ماتش وحيد كلمة عليه ماتش مستقبل الجيش مستقبل سليمان مستقبل سليمان فاز 2-1 وفي رقم احسن معنا في البطوله ومستقبل سليمان يلقى روحه يلعب كيف كيف على كاس الكاف الموسم القادم زاد. شوف ما شاء الله الاستابيليتي من 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 اللي مشى سي شاكر مفتاح ومستقبل سليمان قاعد ماشي في طريق صحيح. انا شكر فريمون للاداره نتاع مستقبل سليمان نفس الشيء مستقبل الرجيش سعيد السايبي فريمون يخدم في خدمه كبيره وكبيره جدا تبارك الله ما شاء الله قاعدين ينوروا في الرياضه التونسيه وهكا شفنا اونتر بارونتيز معناها يلعبوا في ملعب المهديه اليوم مكارم المهديه بالتشجيع نتاع النتائج نتاع مستقبل الرجيش يلقى روحه في الدرجه الثانيه بعد سنوات ونتمنى لهم كل الخير ان شاء الله وطبعا زاد النادي الاولمبي بالنقل زاد كيف كيف سمعت اللي هما طلعوا للدرجه الثانيه نتمنى لهم كل الخير لان هذوما مباراه فرق اللي فريمون اكيد بعد شويه ان شاء الله تكون معنا رئيس الاولمبي النقل سيرين مرابط ان شاء الله سلم عليها برشا أكيد. برشا نشكرها المراه هذيك فريمون امراه عظيمه يقول لك دريا انا مامبورتون معناها رجل عظيم امراه اليوم وراه نادي عظيم كما الملعب الاولمبي نادي الاولمبي للنقل فريمون امراه فريمون لا كلاس فريمون تبارك الله عليها ربي يعطيها كل الخير ويعطي كل الخير واكيد انا نشكرك انت سي المنجي على تدخلك معنا وعلى كل التفاصيل الفنيه مدتنا بها الاخبار وبعد شويه مواصلين في فير بلاي حتى الخ